أخبار اليوم. عايز أخبركم إن الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت بمعنى المستهلك بيصل إلى المنتج بسبب التكنولوجيا. بمعنى الإنترنت وحتى التواصل الاجتماعي غيرت المعادلة السياحية. كنا نعتمد على أدوات تقليدية فيما مضى، الآن يجب أن نعتمد على أدوات حديثة. إنترنت من ناحية ووجود أحداث رائعة على أرض مصر من كل بقاع مصر. النهاردة إحنا بنعمل هذا الحدث الضخم في أحضان الأهرامات وأبو الهول، بكرة ممكن نعمل حدث تاني في لوكسور، معبد الكرنك أو معبد الأقصر، ونقوم بضيوفنا الكبار بحفلات مفروض انها تبقى كل شهرين تقريبا. ده انا بوعدكم بيه ان كل شويه نعمل حدث كبير على ارض مصر. ابلغ مليون مره من ان احنا نقول اي كلام. مجرد وجود هذا الحدث على ارض الوطن بيرسل ايجابي